عسكري شاب في وحدة جديدة، قربنا نخلص المنهج مع الوحدة 17 للصف الأول إعدادي، وعنوانها Where things are made. Where things are made، حيث تصنع الأشياء. الوحدة دي مهمة لسبب واحد، نتكلم على made of، made in، made from. الأشياء تصنع منين؟ وريسايكلينج إت، إعادة استخدام الأشياء. والآن مع أهم الكلمات ثم القواعد ونص الاستماع. ميتال، ميتال يعني معدن أو مادة. وول، صوف. ديفرنت، مختلف. شوبينج، التسوق. جريت ايديا، فكرة عظيمة. أوبجيكتس، أشياء. ريسايكلينج، ريسايكلينج إعادة استخدام الأشياء. يوزس، يستخدم. سايز، مقاس. ربش يعني زبالة. ماتيريال، المادة الخام. بلانكت، بطانية. لارج، واسع. بنسل كيس، مقلمة. بيبر، ورق. شيب، خروف. رايس، أرز. وود، خشب. أويل، زيت. ماين، ماين معناها منجم ومعناها ملكي، نقول اتس ماين ملكي. This is mine، هذا منجم. فرنوتشر، أساس. وراء فنجيب فرنوتشر تعامل معاملة المفرد، فرنوتشر إز. بعد كده probably، من المحتمل. بعد ما انتهينا من أهم الكلمات في الوحدة والخاصة بموضوعنا، نيجي على نص الاستماع. Recycled it، إعادة استخدام الأشياء. Materials often have many different uses، المواد الخام لها استخدامات عديدة. Car tires، إطار العربيات for example. Have made of rubber، مصنوع من المطاط، منطاط. But did you know that we can recycle all the cars، ولكن احنا مش عارفين ازاي نعيد استخدام العربيات القديمة. بعد كده tires to make shoes and sandals، والعربيات المنطاط ده بنستخدمه في عمل الأحذية والصنادل. These rubber sandals are made in Africa، بيصنع في أفريقيا. You can buy them all over the world in many different sizes، أحجام مختلفة. We use plastic bags to carry out shopping، بنستخدمه في عمل البلاستيك برضو اللي بنجيب بيها التسوق. Home and to put our rubbish in it، ونحط فيها الزبالة. بعد كده برضو يسلم على استخدام الحاجات دي في البلانكت، في البطانيات، في الول. هيتكلم على الجمبر ازاي يستخدم، هيتكلم على الكنز ان بيعملوا منه لعب الاطفال. طبعا النص ده موجود في كتاب بتاعك، نص الاستماع دوت. بعد كده بنتكلم على موضوع برضو مهم جدا، الا وهو كيف تستخدم الاشياء. يعني باراجراف في غايه الاهميه. How things are made in، most of the world's paper is made in USA، معظم الأوراق مصنوعة في أمريكا. A lot of wood is used for paper and for furniture comes from trees in Brazil، والخشب ده بنعمله طبعا منه ايه الأساس اللي موجود في البرازيل. Many of computers and phones we use are Japanese، وبعض التليفونات والكمبيوتر من اليابان. A lot of cars on our streets are Korean، بعض العربيات بتاعتنا من كوريا. Or Chinese من الصين. But there are many Egyptian things are streets are Korean، خلاص used in many countries all over the world. ده نص الاستماع الخاص، ده باراجراف كيف نستخدم الأشياء وإعادة استخدام الأشياء. بعد ما انتهينا من نص الاستماع وأهميته وإعادة نعمل ريسايكلينج للأشياء، هنتكلم على made of. made of يصنع مادة واحدة. لما أقول this shirt، هذا القميص، made of، مصنوع من كوتون، مصنوع من القطن، يبقى كوتون مادة واحدة لما يتغير خواصه. لكن made from، لما أقول تشيز، الجبنة، is made from milk، مصنوع من اللبن، ماشي، مصنوع من اللبن والمية وطبعا الملح، يبقى أكتر من مادة. لكن made in اسم البلد، يبقى made of مادة واحدة، made from أكتر من مادة يتغير خواصها. بعد كده made in اسم البلد. بعد كده نتكلم على وات، استخدام وات مع لايك في الاشياء. ونستخدم كلمه فرنوتشر، فرنوتشر معناها اساس، ياتي بعدها از،
مثال is وare made of يصنع من material المادة الخام. مثال a chair الكرسي is made of wood الكرسي مصنوع من الخشب. يبقى مادة واحدة لما تغير خواصها. يبقى a chair is made of wood خشب. طيب يبقى is وare made of material. طب is وare made from something الشيء ده بيتغير خواصه. مثال تشيز الجبنة is made from milk مصنوعة من اللبن. طب الجبنة أكتر من حاجة بدخل فيها المية اللبن البودرة يبقى أشياء كتيرة. يبقى cheese is made from milk. نيجي بعد كده made in. made in بنجيب اسم بلد. اما أقول made in China made in Japan made in Egypt يبقى made in بجيب اسم البلد. made in زائد country. most cars معظم العربيات are made in Japan مصنوعة في اليابان. يبقى عرفنا made of مادة واحدة لما تغير خواصها. made from أكتر من مادة. made in اسم البلد. نيجي بعد كده what is اسم الشيء. what are اسم الشيء. طب أقول what is a chair made of مما يصنع الكرسي. ممكن أقول what are cars made in. يبقى what is أو are اسم الشيء made of أو made from أو made in. نيجي بعد كده كلمة furniture. furniture معناها أساس. أقول furniture الأساس is made of wood مصنوع بالخشب. يبقى معظم الأساس اللي هو كبورد ودلاب ديسكس اللي هو الديسك اللي هو أي حاجة في البيت مصنوع أغلبيتها خشب. يبقى made of wood. نيجي بعد كده استخدام also. also أيضا to أيضا as well بالإضافة إلى. يبقى also أيضا to أيضا as well as بالإضافة هنا as well as وto 90% بتيجي في نهاية الجملة. بنقول I love my teacher بحب مدرسي. I love my father too وكمان بحب والدي. يبقى to جت في نهاية الجملة. يبقى to تأتي في نهاية الجملة المثبتة. مثال also أيضا to as well as. as well as معنى أيضا. computers are made in. computers are made in China. الكمبيوتر مصنوع في الصين. clothes are also made there. وكمان الملابس مصنوعة هناك. وكمان الملابس مصنوعة أيضا. يبقى هنا also معناها أيضا. يبقى جبنا كمبيوتر وكلوز are also made there. يبقى also معناها أيضا. إما أقول أيمن has a laptop. أيمن عنده laptop. ليلى has one two. وليلى كمان عندها واحد أيضا. تنس balls are made of rubber. كرة التنس مصنوعة من المنطاد. as well as some shoes مثل الأحذية. مثل الأحذية. نيجي بعد كده للشيء. what is it like. what is it like أو it's a big. هذه تكون كبيرة. it's small made of plastic made of food. يبقى أكتر من شيء. يبقى عرفنا هنا what is it وأجيب الشيء سواء small أو big. باجي بعد كده عرفنا made of made in made from. عرفنا كلمة furniture استخدام also استخدام as well as to. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم وبإذن الله تم المشاركة عليه. See you soon with Mr. Hisham. Goodbye.